هذا رطب كان يحاول ينتحر يا الربع. That's my dad. Just yeah, yeah. I talked to you and addressed. اشتغلت يا الربع. اشتغلت يا الربع. حي الشباب. اليوم الرحانة. نطلع اليوم يا الرابع نشوف الأجواء مثل ما تشوف الشمس طالعة. نطلع بالدباب ونطبخ. بضبطكم طبخة. الوضع رحالة. وهذه الأشياء اللي أنا جدا أستمتع فيها. إذا أنت جديد أنا علي مبتعث في أمريكا وأصور فيديوهات. أتمنى يعجبكم الفلوغ. ويلا let's go. يلا يا الرابع let's go. نلبس الجو برو. شيلوها ما حد يطيح شيء. عندي فرشة. الشنطة فيها أغراض الطبخ. هذا دبابنا وربطها بحبل. وعندي ماي شرب وعندي ماي غسيل. باختصر هذا السرب على السريع. ناقصنا شغلة واحدة بس وهي دجاج. حق الطبخة بسوي كبسة فأبغى أخذ الدجاج أول. خالد يا حبيبي عطني نص دجاج أبغى اليوم. اليوم لحالي ما عندي الشباب. وكذا هذا الدجاج وصل. اسمع أصعب حاجة لما تجي بارك إنك تحصل مكان حلو تجلس فيه، مكان هادئ. الحين هنا ما أبغى أدخل داخل، تسمعوا لا ورا صوت زعج سيارات، فأبغى أدخل داخل وأشوف مكان هادي ولا حد يصيدني حتى لو ظلمت الدنيا، ما حد يقول لي يطلع البارك بيسكر، فهذه أهم حاجة. الله وصلنا وصلنا يا الربع. هذا المنظر الجميل. مكان ما شاء الله حلو. حق كامبينج بس احس ان المكان اول مكان يجي يقول حق الناس اطلع. فبروح اشوف لي موقع ورا شوي انخش. For recording, because I'm making content. Oh, for YouTube or what? Yeah, yeah, I have a YouTube channel. Awesome, awesome. So, but I absolutely had no idea that I'm not allowed here. Okay. Yeah, right, and so. I saw, like, you know how cars drive? Like, that's, like, four cars because they have two wheels. Yeah, because you see this path like this, yeah. And I did not see sign you can drive here. I am going to have one of my supervisors come here to talk to you, okay? What is it for? Just because you can't be driving down the trail. You just told me. I had no idea. Yeah, I don't know. So it's likely just going to be a warning for you, okay? I'm not. I thought I could ride my bike here, so I put the camera over there. So and then doing some filming for YouTube. He said for YouTube. Yeah. Nice. That's a nice bike. Thanks, man. I appreciate it. Yeah, I'm so hungry. So I was like. So all right. So I'll go. You said you're hungry. Yeah, you want to eat? I guess I'll boot here. I'll be... Do you have a driver's license and I'll get you out of here? If you continue to ride down the street, we're going to call 911 off the hook. Yeah, I understand. الزبدة مريت في الشارع نفس اللي أقول لكم لا تدخل أي مكان ولا يصيدوك. الزبدة صاروني. أنا فكرت بيصيروني في الليل فصاروني قبل الليل. فممنوع أنك تسوق هنا الدباب كله عشان اليوتيوب. والله يا الربع عشان المونتاج حطيت الكاميرا أسوق الدباب أرجع اللي صاروني. At first, I thought that's a regular car. I thought that's a, like... Oh, yeah, it's... If I knew you were guys here, I would run away. I wouldn't stop. No, I'll stop. Inshallah, الأمور طيبة. وبنرجع المكان اللي أول. Here you go, boss. Here's this for you. And this is warning? It is a warning. All right. All right, just a warning. There's no points, no license, no court date, no fine, nothing like that. It's just I talked to you and addressed that this violation with you that you can't be driving on trails. No, definitely. Yeah, no problem. الزبدة بنرجع إلى مكاننا الأول اللي مشينا منه لو إني جالس براكلي ولا السبوت هذاك. والله حلو المكان ذاك رهيب. من البداية جيت هنا وريحت دماغك. كان الموقع بيكون أفضل من هذا لكن انصدنا يا الربع. تضحك انصد ها. أخذوا اللايسن حقك مرمطاك وفشلاك على هالغباء. وقفنا الدباب وهذا موقعنا.
موقعنا جدا حلو، فبنروح الحين نطبخ لين ما تظلم الدنيا. لأن ما عندي أي حاجة أشغل فيها فحم، فبجمع الحطب وبعدها بعلمكم كل شي عندي. تستغرب على اول شيء بطلعت تستغرب هذا الدجاج، بصلح قهوه قلت في الليل بس شكلهم بيطردوني قبل ما نشرب قهوه. لازم تعرفوا التمر حط فرشه تحت واجلس فوق. وفي هذا الكيس يا الربع كل شيء نبغاه. القرن اللي راح نطبخ فيه رز، اغراض الكبسه بصل، طماط، فليفله، بطاطس، كسبره، فلفل حار، هذه اغراض الطبخه. والبهورات. هذه السكينه الحين نبدا نقطع الاغراض، بس قبل لا نقطع الاغراض تحتاج ايش؟ قطاعه. قبل لا اقطع الاغراض خلونا نشب النار. لازم تجيب عواده مره صغيره عشان تشب سريع. امس صح مطر واجد فالعوادة رطبة، بس ان شاء الله نقول بسم الله. هذا رطب. الخشب رطب يا الربع. هاي تشتغل يا الربع. شو الحل الحين؟ رطب. اخذت خشبه من جهه الشمس يمكن نشفت وفيها اشياء عواده صغار. اخر محاوله يا الربع، اخر محاوله ان شاء الله تطبخ. اخر الشوفتين الحال. الوقت قاعد يمشي وبتغرب الشمس ولا بعد اشب النار. حطب لو بكره عندي بس كله رطب. فشل فادح يا الربع. النار ما هي جايه تمشي. انا بضحي بالكرتون هذا. بحطه تحت. هو بس تشب النار حتى الرطب ينشف. الله بسم الله. الحين عرفت الله ها؟ الحين قمت تدعي. بسم الله. آخر نشافة وآخر محاولة. الحين في الكومنت بيجوك اللي ما تعرف تشب نار، سوي كذا، انفخ عليه، اسحب خشب من هنا. الله الحين كلكم حق كامبي. كلكم كل واحد يفهم. انا اشب نار وحرايق من يوم كان عمري سنتين انا اشب حرايق. يا الله بسم الله. يا الله انك غالب على كل شيء. والله يا الله اني جوعان. والله جوعان ما ابي اكل. لا تفقد الامل بالله. دخان بدون نار. المقولة اللي تقول ما في نار بدون دخان، ما في دخان بدون نار، هذه هو دخان بدون نار.
المغولة فاسدة. يا الله يا كريم، 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 يا الله يا الله يا الله يا الله. اشتغلت يا الرابع، اشتغلت يا الرابع. اشتغلت. الحمد لله. ما قلت لكم الله بيستجيب لي؟ الحمد لله. Let's go. أبداك يا الرابع. الحمد لله يا الربع، ابشركم اشتغلت النار بعد تعب ومعانا. والله فقدت الامل. سبحان الله اشتغلت يا الربع. الوقت يا الربع، انا لازم النار قبل لا تطفي، فانا بين التقطيع وبين النار. والله تعبت، بس في متعة. التعب هذا في متعة يا الرابع، يعني لما تشوف انه الحياة ما هي بسهلة يعني. والله تعب، بس ما شاء الله الأجواء حلوة. كذا يا الرابع الحين حط الطماط. الله على الريحة. طبعا يا الرابع بعد هذا نحط شوي ثوم وفلفل. الله يا الفلفل مع البرد لازم فلفل. طبعا هذه هي البهارات مجهزة، مضبط الخلطة انا ومجهز البهارات يا الربع مثل ما تشوفوا كلها جاهزة. فبحطها، عندي بطاطس فبرمي تحت. تحطيب تحطيب. الجوال طفى لكن اكيد موجود شاحن. ما شاء الله يا الرابع. طبعا النار لا ابشرك بالامور طيبه والامورات على كيف كيفكم يا الربع. حطينا الدجاج والخلطات الطيبة وكل شيء تمام. اذا تعجبكم الفلوقات كذا يا الربع لازم تكتبولي في الكومنت، لازم اعرف. الله الريحة الريحة على البرد. تبغى حاجة الحين حارة. بسم الله نحط الرز. Yeah, I'm going to. Yeah. Yeah, the spot closes at sunset, so yeah, technically closed. All right, I'll start back it up. الله الطبخة طبعا خلاص استوت. طبعا المعلومية يا الربع برد، وشغلة ثانية ما عندي صحن فباكل من القدر. هذه من العاقات الكبيرة. الله اوه
والله الطبخة نار يا الرابع. والله يا الرابع مهما أقولكم ما أوفي ولا أقدر أقولكم طعم الطبخة هذه. والله مهما أتكلم والله الطبخة اللي بالنار لها نكهة. طبخة جت من تعب، شفتوا شلون شقل من النار. جانا البحث يا الرابع بيطلعنا. I'm sorry. Are you just finished cooking? Yeah, yeah. You want to try it? No. Come. Swear to God you like it. I mean, it closed 30 minutes ago, so. You want to try the food? I'm good. I'll eat fast. I'll eat as fast as I can. But you're missing the food, I'm not going to lie. قلت له تعال اكل. مسكر يقول باك من نص ساعة المفروض اطلع بالطبخة بعد ما استوت الا الحين، وبعدين ارض الله واسعة. مالك ومالي انا واحد يعني ما بيسوي لك شيء. يا الله. قلت له بتضيع روحك والله، بتفوتك الطبخة، تعال اكل. ما يعرف ها؟ ما دام احنا جالسين يا الربع وانا قاعد اكل بقول من قصة. القصة يا الربع يوم كنت ساكن مع الامريكان، انتوا قلتوا لي قولوا قصص، فبقول لكم قصة. يوم من الايام على الساعة واحدة كذا دقت علي الشرطة. على الساعة واحدة ثنتين يا الربع دقت علي الشرطة. قلت ها من معي؟ قال لنا الشرطة. قلت له جاي ابك الشرطة، ايش تبي فيني انا يعني واحد مالي بالدنيا والمشاكل يعني. قال لي لا خويك لا في المشاكل، تعال رميتك يبغى ينتحر من فوق الجسر. انا اقول لكم القصة الحين، اصبروا خلني اوكل. يوم كنت ساكن مع الامريكان اربع رميتات عندي، واحد منهم عنده واحدة يحبها، الحب وما راكم الحب. قالت له حبيبي بطلنا. قالها وانا احب ايش وانا بتزوج ايش وانا كذاب بين 60 كذاب وهي كذابة. الله يا الطبخة. زعل. لما يزعل واحد يسوي يدعي الله. خوينا وش سوى؟ اخذ البطل ولك ام لك، ما ظل شوف البطل الا شرابه، وراح تمشى على الجسر. دقايق بس اللي جيني اتصال معنا علي. قلت له معك علي حياك الله امر. قال لي يا طويل العمر سامعك الشرطة الدلاوير. شرطة؟ قال لي خوي، لا ما نبغى نقول اسمه. قال خويك رميتك. قال والله موجود في الجسر هنا، تعال اخذه. واروح طيران خايف. يقول شو اسوي الحين؟ قلت ايش تبغى في الاي دي حقي؟ قال لي عشان لان خويك سكران وانت راح تكون مسؤول عنه، فعطنا الاي دي حقك وودى البيت. وديت البيت. يا حول يا ابن الحلال، انا مسؤول عنك، لا تبهدلني يا الشرطه، اركد. قلت الكلام اللي قال لي الشرطه صحيح. بعد ما عطيت الاي دي قال خويك ترى شكله حاول في الجسر واقف. فكان في الجسر فهمها، كان يحاول ينتحر يا الربع. انا هنا قلت صافي انتحار. الله يخرجني. فما خليته يطلع من البيت، قلت له حين تطلع تنتحر بتلشويك خليك في البيت. ظل في البيت، رقيت الغرفة، نزلت شفت طايح في الأرض، قلت الرجال مات. دور أنا ما أدري، أول مرة تصير لي. فأقول ذا ميت ولا عايش؟ أشوف النبض. قلت له لا بعده يتنفس. لين ما بعدين صح مري يعني زي اللي قام يتنفس ولا وش صار فيه. قلت له أرقى ورقي غرفته هنا. هذا القصة بكل اختصار يعني، سبحان الله يعني القصة. ولا عدني طويل عمر السلام انتحر ما انتحر. فكذا قال لي قلنا قصص في أمريكا. ما عجبتكم قصة؟ الرجال بغى ينتحر. الرجال كان شربان لاخر الدنيا. انا كنت مسؤول عنه، الشرطة قالت لي امسك الاي دي، انت مسؤول عنه، لو صار لا شيء انا ببتلش، لو انتحر انا ببتلش. هو شيء نسينا البطاطس يا الربع. اوه خلاص ما بقى شيء، ما بقى للقليل. ونحرك الدباب ونرجع الى المدينة. وبكذا وصلنا نهاية الفلوق. لا تنسى تضغط لايك، تشترك في القناة. I'm backing up. أنا على هي. الله الطبخة نار. ربي لك الحمد والشكر، شكرا لله.